فالاختيار من الغفو وتذكر زمانه صار يدور عالايام الماضي يلي كانوا وين احبابه وين ولاده تغيروا عادات بلاده واحفاده اللي كانوا صغار كبروا كلن احفاده تفاجأ بالكون اللي تغير والتطور يلي صار عاش الماضي وعاش الحاضر صار بهالدنيا محتار للماضي شو صعب يرجع تيعيش الحاضر ما بينفع كل شي تغير بغيبوبة ضلوا فيها ليل نهار جيل العقلات وغير شاف الدنيا صارت صعبة كسبي ومنا قل الخير عالم هيك بسرعة تطور أكتر ما قلوب يتصور والدنيا عاشة بدورين صار ضايع بين الأدوار العالم هيك بسرعة تطور أكتر ما قلوب يتصور والدنيا عاشة بدورين صار ضايع بين الأدوار فالختيار من الغفوة وتذكر زمانه صار يدور أيام الماضي اللي كانوا